اهي فكرة انه في لبس، في طبعا جزم، في عربيات، في لابتوبس، في موبايلات، في كنب، وفي عفش، وفي ثلاجات، يعني كل حاجه تتخيلها موجوده على الابلكيشن ده، تقدر ان انت تفيد بيها غيرك وتستفيد انت كمان. ده حلو قوي. ممكن هنعرف اكتر التفاصيل من خلال المداخله اللي معانا طبعا نسمة خضر، هي صاحبه موضوع المقايضه، فهنرحب بيها مع حضراتكم. يا نسمة ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ لا حضرتك ايه بقى، ما تكبرناش في السن بقى، شريف على طول. ازيك يا نسمة، عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا نسمة، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. نسمة احكي لي كده، الفكره جات لك ازاي، والموضوع كانت يعني الفكره دي اصلا كانت ايه السبب فيها وجات لك ازاي؟ هقول لك، انا مش هتصدق، الفكره جات لي اصلا عن طريق بنتي. هي بنتي عندها 12 سنه، فمره سالتني احنا كنا بنعمل ايه قبل اختراع الفلوس، فحسيت ان فعلا احنا محتاجين ان احنا نرجع الموضوع ده تاني، لما بس الفكره نورت في دماغي، فاهم قصدي؟ انا فاشن بلوجر، فعندي هدوم كتير وعندي كراكيب كتير، وطبعا كلنا في بيوتنا كلنا كده كتير جدا. بالظبط، سبيشلي ان احنا كطفلنا كمصريين مش بنتنازل اصلا عن الحاجه، بنكركبها وبنحطها بقى فوق الدولاب، تحت السرير، في الصنطره، المهم هيجي لها عوده. فحسيت ان الحاجات دي كتير قوي قوي عندنا وملهاش معنى، واحنا ممكن نستفيد بيها، لان هي في الاخر الحاجات دي هي عمله مركونه، يعني هي فلوس محطوطه على جنب. سبيشلي في الاوضاع الاقتصاديه اللي هي مش احسن حاجه، مع كمان الكورونا. فاحنا عندنا دلوقتي حاجه ممكن نستفيد بيها كفلوس من غير ما نبقى يعني بنضيع فلوسنا، فاهم قصدي؟ ايوه. بس فدي كانت الفكره البدايه، واحنا عملناها انا وهبه، في هبه عزت، احنا اتنين خريجين كليه اعلام، وعملنا الفكره دي يعني زملاء يعني. بس احنا اكبر شويه. ايوه. لا ما تكبريش بقى نفسك بقى، خلاص الموضوع خلي بقى طبق مستور يعني. يا الله. حلو قوي، فكره هايله جدا يا نسمة. طيب قولي لي، يعني انتوا بتضمنوا منين جوده الحاجه؟ ما يمكن يبقى حد مثلا مرتب قوي وبيبقى دايما بيحافظ على حاجته حتى لو هو مش هيستخدمها، او ممكن يبدلها او يديها لحد، لكن في ناس تانية ممكن تبقى الحاله بتاعت الحاجات اللي عندهم مش احسن حاجه. بتضمنوا ازاي ان الحاله تبقى كويسه عشان يبقى فيه برضو معادله او يعني مساواه ما بين حد بيقايض مع حد تاني في حاجه؟ طبعا احنا عندنا تيم بيبص على الحاجات دي، في لسه دلوقتي ايمجز، يعني الصور اللي بتتبعت لنا، بيبقى احنا حاطين ماكسيمم 3 صور، ان احنا نشوف من كل الزوايا الحاجه اللي هو هيبدلها، وبيبقى في ديسكربشن لكل حاجه، هو اي حد عايز يبدل حاجه او يعرضها للبدل، يعني بيبقى كاتب ديسكربشن مظبوط عن كل حاجه بالظبط، يعني مقاس الحاله، هو اشتراها منين، براند ايه، وكمان عندنا اشتراها بكام. علشان لو حد، خلي بالك، واحنا في الاخر بلاتفورم، احنا بس بنعرض، بنعرف الناس على بعض، هم بقى بالظبط، يعني يعتبر بالبلدي كده زي ما نقول، يعني زي وسيط. ايوه بالظبط. وهو عرض وطلب، يعني انت ممكن تبقى عندك حاجه ب 2000 جنيه عايز تبدلها بحاجه ب 10 جنيه، ده موضوعك انت واللي قدامك، فاهم قصدي؟ ايوه بالظبط، بالتراضي بينهم وبين بعض. بالظبط كده، بس احنا مبينين السعر برضو عشان لو حد عايز يعمل حاجه في نفس الرينج. بالظبط بالظبط، بقى قيمه كل حاجه محفوظه يعني. طيب نسمع، خليني اعرف منك اكتر عن الموضوع. الموضوع بدات بفكره صغيره، ايه المراحل تطوير الموضوع من اول ما كانت فكره لغايه ما بقى ابلكيشن كامل؟ اوكي. احنا ابتدينا الفكره اصلا في الاول جروب على الفيسبوك. اوكي. كان ليديز كوميونتي بس ستات، وكنا ماشي. اول يومين دخل لنا 8000 ممبر، كانوا اكسايتد جدا بالموضوع. احنا اتقبلنا في الاول بصراحه، صور معروضه معانا اهو، انت بتقولي كملي. انا الصبح احنا كنا فاكرين ان ما حدش هيبقى يعني اتبسط في الموضوع، بس بالعكس جه ممبرز كتير، وكلهم في الاول ابتدوا يعملوا مقايضات، والموضوع بقى كوميونتي اكتر، والستات حبوا بعض جدا، وبقى على طول بقوا اصحاب كمان. ها جدا جدا، وبقى بيتكلموا مع بعض، وبقى على طول في تبديل. فبعد شهرين حسينا ان الموضوع بقى كبير قوي، وان هو محتاج يكون بقى اكتر تنظيما، واكتر ان احنا لو عرفنا مثلا لو حد عارض حاجه نقدر نرجع للهيستوري بتاعها ونروح نجيبها تاني من مثلا شهرين ثلاثه. فعشان الناس تبقى شايفه الحاجات قدام بعض، قدامها طري، فلازم تبقى موجوده بطريقه منظمه. فالابلكيشن كان هو يبقى الحل الوحيد للموضوع ده، سبيشلي ان احنا زي ما حضرتك قلتي في الاول، او زي ما انت قلتي في الاول، في كاتيجوري، وكل كاتيجوري متقسمه لسب كاتيجوري تحتها، فالموضوع منظم جدا. يعني انت لما تقولي دلوقتي انا عايزه شوز، هتدخلي عارفه بالظبط انت هتمشي ازاي، ده غير ان في فلتر كمان بتفلتري النتائج اللي انت عايزاها على حسب بقى انت عايزاها بايه بالظبط، فاهمه قصدي؟ يعني مثلا حد عارضها تبع بلد مدينه معينه او كده. طيب نسمع، ايه ابرز الحاجات اللي بيتم مقايضتها بين الناس؟
اكتر حاجات بيتم مقيدتها لغايه دلوقتي طبعا الحاجات اللي ليها علاقه بالفاشن، هدوم، سكين كير برودكت، الحاجات دي. بس طبعا حصل حاجات تانية، يعني كان في مقيدات لحاجات تانية زي لابتوب او زي موبايل، طبعا الموبايل برضو كذا مره. انا شايفه الحاجات الالكترونكس يعني يمكن مفيده اكتر ان الناس ممكن تبدلها مع بعض، اوفر لهم بكتير من الاسعار اللي موجوده دلوقتي. طبعا طبعا وده ابتدى دلوقتي فعلا يبين. الاول كان الموضوع الفاشن، عشان حتى في الاول لسه هم مش واخدين على الموضوع، فلسه بيجربوا حاجه صغيره. بعد كده الحاجات الكبيره الحمد لله ابتدت دلوقتي تتبدل. كمان في بقى احنا عندنا يعني كاتيجوري ثانيه كتير، هي دلوقتي مش مفتوحه بس هتفتح قريب ان شاء الله. عربيات، موتوسيكلات، بيوت. وعلى فكره هي كانت مفتوحه الاول، في ناس عرضوا عليها فعلا حاجات، بس احنا عملنا فيرجن جديده للاب، او يعني زي فيز جديده، عشان الفيز الاولانيه اللي هي كانت البيتا فيرجن الاولانيه لقينا فيها شويه حاجات الناس ما كانتش حباها، فعملنا سيرفيز يعني وعرفنا من الناس وعملنا بقى فيز جديده فيها الحاجات الجديده اللي هي مثلا شاتنج، فيها حاجات كتير الناس كانوا طالبينها. ايوه، ما لسه كنت هسالك في الحته دي. اول حاجه، هل في حاجه معينه باينه ان هي دي اكتر حاجه بيحصل فيها مقايضه؟ يعني مثلا من المنتجات في حاجه معينه باينه قوي؟ اكتر حاجه باينه زي ما قلت لك هي الفاشن. اكتر حاجه الفاشن. حلو. طب اقول لك على حاجه كمان، يمكن في الامهات بعد ما بيستخدموا حاجات البيبي زي سرير البيبي، السولر، الحاجات دي بتاخد حيز كبير في البيت وما بيبقاش ليها استخدام بعد كده، هل دي فيها اقبال او عليها اقبال كبير؟ طبعا جدا جدا. بس انا بقول لكم الفاشن لان دي سب كاتيجوري من ضمن الفاشن، فاهمه قصدي؟ يعني انت هتفتحي الفاشن هتلاقي جواها الحاجات الكيد ستاف، فحاجات الاطفال اكتر حاجه طبعا بتتبدل، لان هو انا نفسي اصلا عرضت حاجات وبدلتها كمان على الاب. لان احنا بعد ما نجيب مثلا سترولر للبيبي ب 10,000 ولا 15,000، وتش دلوقتي ده الرقم الموجود يعني، بعد شويه سنتين مش بيبقى خلاص انت مش محتاجاه، محتاجه بقى قدامه مثلا عجله، عربيه، حاجه ثانيه للبيبيات، او حاجه ليكي، ممكن شنطه ليكي مثلا براند حلوه. فطبعا دي من اكثر الحاجات اللي بتتبادل، وكانت بتتبادل كتير جدا على دروبكا. طيب شايفه ان الموضوع ممكن يتقلب معاكوا بعد المقايضه ان هو ممكن يكون مقايضه مثلا ويكون في شيء خدمي؟ وعايز اعرف كمان ايه اكتر مشاكل بتواجهك؟ على فكره احنا عندنا كاتيجوري خدمات اصلا اوريدي. حلو. زي وتخيل جات لنا الفكره اصلا منين؟ جات لنا الفكره من حد من اليوزرز، يعني حد جه اقترح علينا. حلو. وقال لنا طب ما تفكروا في موضوع الخدمات، سبيشلي ايام اول الكورونا. وفعلا ده حصل بقى، مثلا حد بيدرس لاطفال دروس دين مثلا، وحد قدامه يديهم حاجه ثانيه، فاهم قصدي؟ يعني دروس مثلا فرنش. حلو قوي. فهم بيبدلوا مع بعض الخدمات. حد بيطبخ كويس يعمل اكله حلوه، او حد يعني صاحب براند اكل يعمل اكله حلوه لحد، وثاني يدرس له حاجه لاولاده مثلا. حلو قوي. دي كانت حلوه قوي فعلا ايام الكورونا، وهي موجوده دلوقتي في الابلكيشن بس لسه هتتفتح ان شاء الله. بس اوريدي موجوده. معلش السؤال الثاني كان ايه؟ ايه اكتر مشاكل بتواجهكم حاليا على الابلكيشن او عامه؟ اكتر مشاكل، لا مش على الابلكيشن بس، اكتر مشاكل عامه بتواجهنا موضوع ان انت بتغير ثقافه، بتغير ثقافه شعب. ناس بتحب حاجتها وانت بتحاول تقنعهم يستخدموا حاجات سكند يوز. وكمان ان هم يبقوا بيبدلوا. عايز اقول لك دي اكتر حاجه ناجحه بره في امريكا وفي اوروبا. طبعًا الموضوع طبعًا. ده اكتر محلات شغاله ومتطور جامد جدا من الاقتصاد، ان طبعا. فكره ان احنا ماشيين باتجاه الريسايكل، بس قبل الريسايكل اصلا في حاجات بتبقى سليمه بتروح تشتريها من السكند هاند اصلا عليها التيكت ومحدش استخدمها. انا عايزه اقول لك انا بدلت على نفسي كذا حاجه، واللي كلهم والله جايين لي جداد مقفولين منهم. فقلت احنا وراهم، يعني احنا وراهم لغايه لما نغير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نسمه قولي لي، يعني بما ان احنا بنتكلم عن فتره الكورونا، زي ما كنت بقول في الاول كده، الناس بدات في وقت الفراغ والكوارنتين يطلعوا كل الكراكيب اللي عندهم ويروقوا بيوتهم ويطلعوا كل الحاجات اللي مركونه، بس ما كانوش عارفين يستخدموها ازاي، او ازاي يعني يدوها لحد يقدر يستفيد بيها. انتوا ازاي استغلتوا الفتره دي؟ وهل في الفتره دي كان في اقبال كبير قوي وقت ما كان في ابلكيشن، او انتوا عملتوا الابلكيشن او البيج دي، كان في اقبال فتره الكورونا، ولا كانت لسه الناس مش متعوده على الفكره؟ لا لا كان في اقبال طبعا، بس من فئه عمريه معينه اللي هي لسه بنتكلم فيها زي انا، الفئه العمريه بتاعتنا الكبار قوي لا لسه. الكبار ما بيفرطوش في حاجه معروفه. بالظبط كده. بس كان في طبعا اقبال كبير، لان الناس كلها كانت قاعده الاونلاين شوبينج بس اللي كانت بتعمل، كان ساعتها الفكره دي لسه جديده، وكنا بننزل فعلا
يعني اعلانات ليها وناس بتعرفها، فكان دايما الناس بتدخل تجرب وتشوف هتحط ايه قدام ايه، او ساعات عارفه كمان بيدخلوا يتفرجوا تقولي كده وتتفرجي على الحاجات المعروضه ليه لا، فاهمه قصدي؟ ساعات ناس بتحط حاجاتها وحتى مش بتبدلها، بس تتفرج يعني الناس ثانيه تتفرج عليها. نسمع فكرتك حلوه قوي قوي قوي، وانا يعني بجد بتوقع لها كده ان هي تنجح وتنتشر في مصر كبير يعني بشكل كبير جدا. يعني بجد كل التوفيق ليكي انت وهبه، فكره حلوه وفكره بتساعد على الحفاظ على البيئه، وفكره الريسايكلينج اللي كل العالم بيتكلم عليه، ومبادرات عالميه بتتكلم فكره التدوير وان احنا نستغل الحاجات مع الوقت وما نرميهاش وما نفضلش نصرف فلوسنا كده على كميه حاجات في الاخر بتبقى فيها كركبه وفي الاخر برضو بتضر بالبيئه. شكرا ليكي جدا نسمه خضر، مؤسسه تطبيق مقايضه، وهبه عزت كمان هي مش معانا لكن بنوجه لها كل التحيه.